انت بتتكلم في مرحله جديده مع البنك الاهلي، مرحله ان شاء الله كلها نجاحات زي ما كان مشوارك كله نجاحات ما شاء الله عليك. ان شاء الله يمكن نادي البنك نادي بقى له فتره موجود في الدوري الممتاز. السنه دي عملنا تدعيمات كويسه جدا، عندنا طموح وعندنا امل نعمل حاجه السنه دي، عندنا حلم ان احنا نلعب افريقيا. فكل اللعيبه اللي موجوده بالجهاز الفني بالاداري باداره البنك كلهم مهتمين جدا بالفريق، عايزين نعمل حاجه السنه دي. كل لعيب جاي عنده طموح عايز يوصل له، عايز يحقق حاجه مع فريق جديد. فان شاء الله ربنا يكرمنا السنه دي باذن الله ونقدر نعمل حاجه كويسة.